يمكن يعني للخبراء رأي في هذا الأمر وهم أقدر منا على شرح هذه القضية. معنا على الهاتف الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق. دكتور محمود مساء الخير. أهلا مساء الخير يا فندم. يعني أعتقد سيادتك أقدر منا على شرح هذا الأمر، لكن سنقف عند نهاية الفصل الأخير من المفاوضات. هل هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود أم أن هناك بادرة أمل لاستئنافها بشكل إيجابي؟ هو في العادة المفاوضات الخاصة بالأمور الدولية دي بتاخد وقت طويل، فيجب أن احنا ما نقلقش يعني لتعثر المفاوضات في مرحلة ما، لأن هناك في وسائل أخرى للتقارب والتفاهم، وأعتقد أنه الأسبوع القادم سيرى بوادر إيجابية إن شاء الله يعني. فما أعتقدش يعني أن الطريق مسدود بمعنى الكلمة يعني. طيب يعني مصر تقف مع تنمية إثيوبيا بكل المعاني، لكن احنا واقفين عند نقطة خلاف فنية وحيدة، ممكن نعرفها ونبسطها للناس بشكل بسيط؟ هو طبعا السد يعني أخذ مراحل كبيرة في البناء وقارب على الانتهاء، ولكن تشغيل السد أولا، ملء السد وتشغيله وتوليد كهرباء أثناء السنوات القادمة، ده بيحتاج إلى تقارب وجهات النظر وإلى اتفاق، لأنه ممكن جدا أن طريقة الملء وطريقة التشغيل تضر بمصالح مصر. فطبعا لابد من الاتفاق على هذه الأمور، وأعتقد أن دي الموضوعات اللي هي مسار مناقشات الآن، واللي بيساهم فيها الاتحاد الأفريقي وأمريكا، وما أعتقد أنه تواجدهم ده بيقرب برضه وجهات النظر. فإذا الخلاف الرئيسي أنه أثيوبيا بتود توليد الكهرباء بأكبر قدر ممكن من تصرفات النيل الأزرق، هذه التصرفات غير معروفة وغير مؤكدة، يعني تصرفات النيل الأزرق في بعض الأوقات بتكون متوسطة 50 مليار متوقعة في السنة، وبعض الأوقات بتكون أكبر من ذلك وبعض الأوقات بتكون أقل. الصعوبة هنا اللي تضر بمصالح مصر إنه تشغيل السد وتشغيل التوربينات باستخدام تصرفات أكثر من التصرفات اللي هي بتؤدي إلى ثبات وضمان حصة مصر والسودان. تمام. فإذا وجد الخلاف هي في كيفية إدارة السد وتشغيل السد دون الإضرار بمصالح مصر والسودان. تمام سيد وزير، بشكر حضرتك شكرا جزيلا معنا.